الحميد اللي على الكرسي وهو قاعد وانا كده على الكرسي. الاهم حاجه انت تطفي الكراشه دي كده يعني. دفرت انا معاك ان الناس شيكت معانا اكيد ما جاش في اصلا انك تغيره على في البرون بوزيشن اساسا مع الفيديو بتاعته مع الشخص بوزيشن ما يقدرش. انا معاك طبعا في ليميتيشن في ليميتيشن في عالم الشغل احنا ما عملناش اذر يعني اذر ثينكس ذات وي كانت سويتش تو يعني خلاص خلاص احنا ما نقدرش نعمل ده مع حد ليش هو عنده ممكن نستخدمه على السوشيال سيرفيس يعني عايز اعمل تريت وانا مش قادر اعمل تدريب وشنج روبر عشان فيزيكال كونديشن للعيان نفسه عند سبيسيفيك ممكن استخدم الريشن تاب. Clock.
صورهم على